السلام عليكم ويا مئة أهلا وسهلا بكم باتصال جديد. صور قيصر هي سطر من كتاب إجرام آل الأسد بحق السوريين، وهذا ما يجب عليك أن تعرفه عن صور قيصر. يا صديقي، عليك أن تعرف في البداية أنه في عام 1964 تم تفعيل قانون الطوارئ في سوريا، أي بعد انقلاب حزب البعث على السلطة بعام واحد، ومنذ ذلك الحين تم اعتقال أي صوت معارض لهذا الحزب. فمن أصل 57 سنة تم اعتقال بها مئات الألوف من السوريين. تم تسريب صور لشهداء سوريين قتلوا تحت التعذيب في فترة ممتدة ما بين شهر آذار 2011 إلى شهر آب 2013، أي لا يوجد أي صورة لأي معتقل تم اعتقاله قبل عام 2011 أو بعد شهر آب 2013. ومن المهم أن تعرف أن كل الصور التي سربها قيصر سربت من معتقلات دمشق فقط، وهناك مئات السجون والمعتقلات في كافة المحافظات السورية لا نعرف عنها شيء. فأي معتقل تم اعتقاله في أي محافظة سورية ولم يتم تحويله لدمشق فلا يوجد له أي صورة في صور قيصر. وهناك 55 ألف صورة سربها قيصر ل 11 ألف معتقل، من أصل 130 ألف معتقل تم إحصاؤهم من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن أصل 55 ألف صورة تم نشر حتى الآن 6859 صورة فقط. هناك الكثير من الصور التي سربها قيصر تغيرت ملامحها من شدة التعذيب، فلم يستطع الأهالي التعرف على أبنائهم، ولكن هناك بعض السوريين المختصين الذين يساعدون الأهالي بالتعرف على أبنائهم. سأضع طريقة التواصل معهم في التعليقات. رحم الله شهداء سوريا وفك الله أسر المعتقلين، وليعلم العالم أن هذه الصور ما هي إلا سطر صغير جدا من كتاب إجرام آل الأسد بحق السوريين. هذا النظام هجر 13 مليون سوري من بيوتهم وقتل واعتقل حوالي مليون ودمر مدن كاملة فوق رؤوس أصحابها. ومن يعلم منكم نظام أكثر إجراما من نظام الأسد فليحدثنا عنه لنفضح كل المجرمين. ولا تنسوا متابعة منصة الأمل ميديا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودمتم بخير.